8 صباحا بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية الالتزام بوضع الخطة الخاصة بوقف تخفيف الأحمال بنهاية العام، مؤكدا في السياق ذاته أهمية رفع كفاءة مرفق الكهرباء والعمل على مجابهة سرقات الكهرباء. جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، حيث أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على سرعة تنفيذ المشروعات الخاصة بتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة وإدخالها الخدمة عبر الربط مع الشبكة القومية، موجها بسرعة العمل على وضع الخطط اللازمة للربط الكهربائي مع دول الجوار بما يعظم من قدرات الشبكة القومية. تواصل اليوم اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة بيان الحكومة اجتماعاتها اليوم الثاني على التوالي للتناقش مع الوزراء حول بنود برنامج الحكومة. وكانت اللجنة قد طالبت الحكومة في اليوم الأول من اجتماعاتها بالعمل على إيجاد حلول عاجلة لمواجهة التحديات الاقتصادية بما ينعكس بشكل مباشر وسريع على رفع مستوى معيشة المواطنين. وطالبت اللجنة الحكومة بتحسين المناخ الاستثماري لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ومراجعة الرسوم والضرائب المفروضة على الأنشطة الصناعية، وكذلك إزالة كافة المعوقات الأخرى الطاردة للاستثمار. أعلن مصدر رفيع المستوى أن مفاوضات التوصل لوقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل ستتواصل اليوم بالقاهرة وسط نشاط مكثف للوفد الأمني المصري لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف. وأفاد المصدر أنه تم عقد اجتماع رباعي بالدوحة يضم وفود مصر والولايات المتحدة وقطر وإسرائيل لتقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل للوصول إلى اتفاق الهدنة في أقرب وقت، موضحا أن رئيس المخابرات المصرية ونظيره الأمريكي ترأس وفود مصر والولايات المتحدة بالاجتماع. وأفاد المصدر أن مصر أكدت مواقفها الثابتة حول ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. أعلن الاحتلال الإسرائيلي أنه أنهى عملياته في حي شجاعية شرق مدينة غزة بعد نحو أسبوعين من القتال. وزعم بيان لجيش الاحتلال أن قواته دمرت 8 أنفاق وقضت على عشرات العناصر التابعة لحركة حماس. يأتي هذا في الوقت الذي نزحت فيه عائلات فلسطينية إلى وسط قطاع غزة عبر شارع صلاح الدين هربا من القصف الإسرائيلي المتواصل على المنازل في شمال القطاع. تبادلت قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني القصف العنيف على طول الحدود. وأوضحت مصادر لبنانية أن طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات عنيفة استهدفت بلدات العديسة وعيت الشعب ورمية تزامنا مع تحليق الطيران الاستطلاعي والحربي وخرق جدار الصوت في أجواء الجنوب. ومن جانبه أعلن حزب الله إطلاق مسيرات انقضاضية انفجرت في الجولان المحتل ما أدى لوقوع إصابات في قوات الاحتلال. كما أعلن الحزب استهداف مستعمرة شتولة ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل اللبنانية. أعلن قادة دول حلف شمال الأطلنطي الناتو أن العلاقات الوثيقة للصين مع روسيا تسبب قلقا عميقا للحلف. وقال قادة الحلف في إعلان صادر عن قمتهم في واشنطن إن الصين أصبحت عامل تمكين حاسم لروسيا في حربها ضد أوكرانيا من خلال ما يسمى بشراكة بلا حدود معها ودعمها الواسع النطاق للقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية. يأتي هذا في الوقت الذي تعهد فيه قادة دول الحلف منح أوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 40 مليار يورو على الأقل خلال العام المقبل لمساعدتها في القتال ضد روسيا. Ukraine is not charity, it is in our own security interest.
ورياضيا. فازت انجلترا بهدفين لهدف على هولندا في نصف نهائي بطولة اوروبا لكرة القدم 2024 المقامة في المانيا، وتقدمت هولندا بهدف سجله تشافي سيمونز في الدقيقة السابعة، ثم تعادلت انجلترا بهدف هاري كين من ركلة جزاء في الدقيقة 18، وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل، لكن البديل وات كاينز خطف هدف الفوز لإنجلترا في الدقيقة الأولى في الوقت بدل من الضائع ليهدي بلاده بطاقة التأهل إلى النهائي، حيث تلتقي إسبانيا الأحد المقبل. ختام موجز 8، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.